بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وانفع بنا يا رب العالمين. اليوم أنا حبيت أني أنوه وأنبه على فكرة السويمينج بول أو برك السباحة، هل هي فكرة إيجابية أم فكرة سلبية؟ حقيقة الفكرة بالنسبة إلي هي فكرة من وين ما جيتها سلبية، يعني كلها مليئة بالسلبيات، من أول التأثير على الصحة إلى التأثير على المبنى إلى التأثير على السلامة العامة. خلونا نبدأ بالعامل الأهم، حياة الإنسان، السلامة العامة. حقيقة وجود السويمينج بول أو بركة السباحة في الفيلا هو عامل خطر، دائما الإنسان يكون على أعصابه، ينزل طفل يحاول أنه يقترب من الماء يغرق فيها، ينزل مثلا يسقط حد فيها، يسقط حيوان أليف ما يعرف يعني يسبح. ف دائما وجود المسابح هو عامل خطر. الإشكالية الثانية أنه حتى لو كان أنت بتسبح في بركة السباحة وموجود أنت وأطفالك معك، ممكن كثير أنه طفلك يغرق وأنت مو حاس عليه، ما تحس عليه، ماسك الجوال، ملتهي بشيء، ملتهي بمكالمة، ممكن جدا انه احد ابنائك يغرق في بركة السباحة لا سمح الله. ومن هنا ننطلق ان الروح اهم شيء، يعني الخسارة خسارة الروح، فاحنا اهم شيء انه نحافظ على الارواح. انا ما نجيب شيء عشان نقول والله انا عندي بركة سباحة في البيت اخسر ابني او اخسر بنتي او اخسر ابن حد مقرب من عندي، هذا الشيء شيء سيء، يعني شيء سيء. لنفترض انه الكل انه انت سويت بركة سباحة وحميتها بشكل كامل من انه يحدث فيها لا سمح الله غرق او حالات غرق. عندك المشكلة الثانية اللي راح تواجهك في بركة السباحة اللي هي الجراثيم. الجراثيم يكذبون عليكم ويضحكون عليكم اللي يسوقون لبرك السباحة ويقولوا لكم انه احنا بنحط كلور والجراثيم تروح. هذا كذب، كذب وافتراء. ما في بركة سباحة غير ناقلة للأمراض، ما في بركة سباحة ما فيها جراثيم. يا اخي المس جدار البركة راح تلاقي انه الجدار ملمس وصابوني، احيانا تلاقي الجدار عليه فطريات، احيانا تلاقي جدار بركة السباحة عليه فطريات وعفن، عفن اخضر. فتخيل انت مقدار الجراثيم اللي موجودة في بركة السباحة هاي اللي انت راح تسبح فيها وتسبح فيها اطفالك في فترة الصيف، اكيد كمية جراثيم غير طبيعية. لسه الاسوأ انك انت تسبح الاطفال في بركة الاطفال. بركة الاطفال انتوا عارفين يعني الطفل ممكن مثلا يسويها على نفسه في البركة الصغيرة هاي، وبركة الأطفال مليئة بالجراثيم والميكروبات، حتى يعني أحيانا تنزل أنت في بركة الأطفال يكون ملمس الماء مخاطي من كثر ما فيها جراثيم بركة سباحة الأطفال. معلش أنا بدي أتطرق المواضيع شوي يعني مقززة، ولكن لازم ننوه لأنه هذه الفترة هي الفترة اللي تكثر فيها استخدام برك السباحة. الآن اللي نفترض فرضا أن أنت سويت بركة سباحة في الشمس، تمام، وجبت لها نظام فلترة مو طبيعي، يبقى عندك أيضا أنه الماء ما يتغير، ماء بركة السباحة لا يتغير يا أخوان.
يعني يكذب عليكم اللي يقول لكم انه ماء بركة السباحة بيتبدل كل فترة وفترة، هذا كلام كذب مش صحيح. ماء بركة السباحة يبقى مثل ما هو من سنة لسنة، ممكن تبدله بعد سنة، ممكن ما تبدله بعد سنة، تمام؟ فأيضا هذا العامل عامل مهم. يعني أنت مية ظلت عندك سنة كاملة وبتخلطها كلور وبتزودها وبتخلطها كلور لسه المسابح المغلقة، يعني ما أقول لكم على كمية القرف والاشمئزاز والجراثيم اللي فيها. يعني احذر 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 من المسابح المغلقة، تمام؟ أنا أتكلم عن المسابح المكشوفة المعرضة للشمس واللي فيها فلاتر. طيب الآن لنفترض أنه أنت حطيت المسبح في مكان مكشوف معرض للشمس، وفي عندك شلال يعرض هذا الماء للهواء بشكل كامل بشكل دائم، وفي عندك نظام فلترة قوي من أقوى أنظمة الفلترة بالعالم كمان. يعني ما حيكون هالنظام يعني اللي أقول لك عنه اللي ما في جراثيم، لا في جراثيم، في جراثيم، نعم في جراثيم، لكن خلك من المشاكل الأمن والأمان، الغرق، غرق الأطفال لا سمح الله، خلك من مشاكل الصحية، وخليك من مشاكل أن الماء ما بيتبدل، وتعالي على المشكلة الأكبر في حال حصل تسرب عندك في المنزل، تسرب ماء من بركة السباحة، كيف ممكن تعالجه؟ كيف ممكن أنت تعرف أنه هذا التسرب حاصل؟ راح تأثر لك على الأساسات، راح تأثر لك على البنية التحتية، راح تأثر لك على العزل، راح تأثر لك على الهيكل الخرساني. فكل هذه العوامل بتدفعني أن أنا أنوه وأحذر من عمل برك السباحة. أنا عارف أنه هو أوبشن معماري جميل، يا أخي ممكن تسويها بحرة، مو شرط تسبح فيها، سويها بحرة 30-40 سنتي وانتهى الموضوع، إذا هي أوبشن معماري. لكن موضوع أنك أنت تسوي مسبح أنا ضد وبقوة. طيب واحد يجي يسألني يقول لي إحنا وين نسبح؟ أقول له يعني أنت عندك مياه، أماكن فيها مياه نقية، شواطئ جميلة، ما بينزل عليها صرف صحي، ما بينزل عليها تلوث، شواطئ مياهها مثل الزجاج ما شاء الله، ممكن أنك تسبح فيها. الناس اللي عندهم بحر، الناس اللي عندهم أنهار أيضا، ممكن أنك أنت تسبح في هذا النهر في حال ما كان النهر ملوث. الناس اللي عندهم بحيرات أيضا ممكن أنك أنت في الصيف تسبح في هذه البحيرات في حال ما كانت البحيرة أيضا ملوثة بشكل كبير. هذه يعني الحلول. وفي رحلات غوص ورحلات استجمام. فأنا أرجو من الأخوة أول شيء استثناء والبعد عن فكرة عمل مسبح في البيت، لأنها أصلا يعني أصلا ما حد حيسبح فيه، حتسبح فيه يومين ثلاثة وبعدين ما حتسبح فيه، حتنساه وحيصير عبء عليك، يشكل عبء عليك لحد ما أنت تدفنه. الشيء الثاني أنه أنت لا تسبح في أي مسبح، وإذا اضطريت أنك تسبح، اسبح في مسبح مكشوف للشمس، واسبح في مسبح معرض للهواء بشكل جيد، مسبح ماء نظيف. حاول انه لما تلمس جدار المسبح ما يكون ملمسه مخاطي او ملمسه يعني زلق. هذه كانت اهم التوجيهات اللي كنت نحب اليوم اني انوه عليها. وإذا في حد عنده استفسار سريع يتفضل يستفسر قبل ما ننهي حلقة اليوم.